بالأخبار الميدانية، معي من دمشق السيد صهيب القاسم. مساء الخير سيد صهيب. مساء النور أخي سماج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي صهيب، أرجو أن تضعنا بصورة الأوضاع الميدانية في دمشق، وماذا تملك من معلومات عن تفجير مبنى الأركان أو التفجير الذي حصل في مبنى الأركان؟ نعم أخي سماج، يعني أبدأ الآن يعني من الخبر الذي كان مفرحا بالنسبة لي، وهو أمر يعني كلك، ونعلم أنه مرض نوعية يعني بالنسبة لجيش النظام. طبعا تفجير مبنى الاركان العامه، تفجير مبنى الاركان العامه بالقرب من ساحه المويلين. تحدث عن العمليه بالتمام، تمام حوالي الساعه الواحده و34 دقيقه ظهرا اليوم هز العاصمه دمشق انفجار ضخم، حيث شوهد الاعمال الاكثر البيضاء فوق سماء العاصمه، تلفت خطى المهاجرين وابو رمان وساحه الامويين. وكما كان هذا الانفجار يعني مربع يخرب مبنى قياده الاركان ومبنى الحراسه، وكذلك عمليه الطيران. وكما اعلن لواء احفاد الرسول على لسان ناطقيها على قنوات اخرى، وكذلك اعلن التلفزيون، وهذه المرة الثانيه في اقل من 30 يوما التي استهدف الاسرى في المنطقه. ولم يتم الاعلان الى الان عن القتل، ولكن الجرحى بالعشرات، يعني نحن نتوقع قتلى كذلك، ولكن هناك تفجير شديد، يعني لا احد يستطيع الذهاب الى تلك المنطقه والحصول على المعلومات الاوليه، وحتى في المجاف يعني لا يستطيع الشرطه او ايجاد اعلان الحصول على النتيجه، يعني نتيجه القتلى او نقول نحن الصرعه بالنسبه للنظام السوري. طبعا استمر هذا التفجير يعني مع حجم المنازل والمحلات التجاريه اليوم في حي المجزه، كما اكدت صور يعني عرضها التلفزيون السوري تلفزيون الدجل والنفاق، ان الاضرار الى هذه النفسه ماديه، ولم يتم اعلان عن الاضرار البشريه، رغم ان طيب. قلت لك اخي صهيب ان الجرحى بالعشرات وتوقع هناك قتل، كذلك يعني اعمده الدخان اليوم غطت فضاء العاصمه لمده اقل من 30 دقيقه. طيب طبعا التفجير سيد الذي حصل سيد هو صايب، احتراق. اسمح لي أن أسألك، تفجير مبنى الأركان الذي وقع في نهاية شهر رمضان تقريبا، وهذا التفجير الثاني كذلك، التفجيرين الاثنين لم يقم النظام بالإعلان عن أي قتلى فيهم، مع العلم أن كثير من الناشرين أكدوا وقوع قتلى، لماذا بالتحديد هذا المبنى يقوم النظام ب كما يقال يعني إخفاء عدد القتلى فيه؟ طبعا اخي صهيب، يعني النظام يحاول اخفاء القتلى لكي لا يمسك الوطن والعزيمه لدى انصاره. نعلم ان ما زال في دمشق يعني اناس ضئيله جدا هم المؤيدين هذا النظام مجرم الكفر، ونعلم الذي يؤيد هذا النظام هو مجرم ومسلم، فليس لا يتابع التلفزيون السوري وتلفزيون الدنيا وهذه القنوات المضله، جدا كل هذه القنوات، ولذلك النظام يعني عدم ذكر القتلى او الجرحى التي لا يضع في الذهنيه والعدد لدى الجيش السوري، الجيش هذا الجبان. كذلك اخي صهيب، يعني تحدث لك عن مين دمشق اليوم بعد هذا التفجير والمجازر التي ارتكبت اليوم في اربيل الدمشقي. طبعا في اربيل الذي اليوم يعني ودعت الشهداء هذا النهار، يعني عصابات كبيره ارتكبت مجازر كبيره جدا طيب في المنطقه الواقعه بين ومسجد ابي بكر في اربيل، وحوالي الان اسماء 12 شهيدا وموثقين بالاسم. كذلك البارحه اكتشف حق 27 رجلا من الابرياء اعدموا في حجه، والى الان بدايه هذه المجزره. طيب. كذلك في كفر بطنه اليوم عثر على 5 جثث اخرى. أكتفي بهذا أخي صهيب، أشكرك جدا أن وضعتنا في صورة المستجدات في دمشق وريفها.